سواء اللي ما وفقهمش ربنا او اللي تم توفيقه زي دكتور عبد الرحيم، هكون مساند لبرنامجه، هكون مساند للحكومه في اي حاجه تجدها صح للشعب واجدها انا صح، واكون ضد الحكومه لما الحكومه تكون واقفه ضد الشعب، لكن ولا هعارض دايما ولا هسقف دايما، ولا التسقيف ده هيبقى يعني منهجي، لكن في نفس الوقت انت مصلحه الناس يعني عايز تقول الناس ان انا لان ما عادش عندنا مع مصلحه الناس. نعم عندنا مصلحه ناس، ناس تعبت، ناس تعبانه في الشارع، تعبانه بقى لها كتير، القصه مش بقى لها 5 سنين، القصه بقى لها ممتده، بقى لها عمر. في حاجه مهمه جدا برضو في برنامجي، انا هتبنى رايي، انا شايفه يعني اعتقد ان مفيش سوء نيه من الحكومه او من اي حد في المجتمع دلوقتي ان هو يلف قضيه لعضو مجلس نواب. هتبنى ان احنا نرفع الحصانه عن جميع اعضاء مجلس النواب، وانا عارف ان شاء الله يكونوا بالكامل ناس محترمين، مش محتاجين الحصانه، حصانتنا هي الناس اللي انتخابتنا. زمان كانت الحصانه موجوده لان اللي بيجيبنا كان اللي بيجيبهم، مش بيجيبنا، العمر ما جيت، كان بيجيبهم الحكومه، كان بيحصل تزوير. طب دلوقتي ما فيش تزوير، الناس هي اللي جايبانا، فاحنا اكيد مش هنخاف من حد لان الناس هتبقى في ظهرنا طول ما احنا بنشتغل للناس. حضرتك بتقول انك مش عايز حصانه خارج المجلس، ان شاء الله حصانتك فقط تحت القبة. بالظبط. وهتطالب بده. هطلب بده بإذن الله. لا لو ربنا وفقك هتعمل ده. بإذن الله. طلب كده يا جماعة، عايزين الحصانة عشان الرأي العام كمان بيقول لك ملهاش لازمة، وإن احنا جايين بإرادة الشعب. بالظبط. مش محتاج الناس حصانة. الناس اللي جايبانا والناس هي اللي هتسندنا ضد أي تجاوز من أي سلطة علينا. فأولا اقتراح محترم جدا جدا، ولو تبنيته يعني ها يعني بإذن الله. نحن كمان كان عندنا من شهر يمكن وشوية كنا طرحين هنا المبادرة ديت، رفع الحصانة عن النائب خارج البرلمان حتى لا يتم استغلالها ان شاء الله باذن الله. عايزك واحنا بنختم كده تقول للساده الناخبين في دايره حضرتك، قول لهم كلمه قبل ساعات من الصمت، وبعد كده هيبقى ده اخر حاجه ليك في الصمت، وبعدها صمت انتخاب لحد ان شاء الله يوم الثلاث والاربعاء. الاول عايز اقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا اتشرفت انتوا اديتوني اكتر من حقي، انا شاب صغير رغم ان في مرشحين اكثر مني سنا ومالا ونفوذا ومساندة من بعض الناس، لكن انا يكفيني ان الشعب هو اللي ايدني، يكفيني ان المرشحين زملائي شهدولي بالاحترام اللي كان بينا. انا اتشرفت بحضراتكم، ايا كان النتيجة ان شاء الله بعد يومين او ثلاثة، الثلاثة والأربعة إن شاء الله، أنا بشكركم على مساندتكم ليا وبطلب دعمكم إن شاء الله، لأن الحرب أصبحت يعني زيادة عن اللزوم بصراحة. ما يتدفع 100,000 دولار أنا استغربت جدا، أو ممكن يتجاوز الرقم كده يعني، بس بقول تقريبا بخبرتي. بطلب منكم إن أنتوا تساندوني أكتر، بطلب من حضراتكم إن أنتوا تنزلوا الناس، يعني عايز العمارات كلها تنزل، محتاج إن النسبة تبقى 50-60%، 70%. هو ده ان شاء الله اللي هينجحني، وبوعد حضراتكم، يمكن انا كتبت من يومين على صفحتي وحلفت يمين قبل ما اكون عضو مجلس نواب، ان في يوم اللي هبقى فيه عضو مجلس نواب بقسم بالله العظيم انها تكون مصلحة المواطن هي رقم واحد عندي، دون تمييز ولا تفرقة بين غني ولا فقير، بين كبير وصغير، بين مسلم ومسيحي. هيكون بالنسبة لي الوطن هو، اقسم بالله العظيم ان يكون الوطن هو قبلتي الوحيدة ومصلحته هي قبلتي الوحيدة. اقسم بالله العظيم اني هحترم الدستور والقانون زي ما اتعلمت في الكلية. اقسم بالله العظيم اني هرجع ثقة الشباب فيا وفي عضو مجلس النواب وفي الوطن ده ان شاء الله، وهنبني البلد دي باذن الله كلنا مع بعض، رئيس وحكومه وعضو ومجلس نواب وشعب، هو اللي هيبني البلد دي قبلنا كلنا. انا عازر الناس وبحترمهم كلهم، ونفسي ان شاء الله ان هم يسندوني ويسندوا اللي زيي، اللي عنده رغبه حقيقيه في التغيير. ويمكن بس اخر كلمه هقولها، انا عندي طموح ان انا ابقى شخص مميز، عضو مجلس نواب مميز في تاريخ مصر. اعتقد ان التنافس بيننا كاعضاء مجلس نواب هو اللي هيخلق وطن افضل. بوعد الناس ان شاء الله ان هيشوفوا مني اداء مختلف عن اللي شافوه قبل كده، وربنا يعيني ويبعد عني اي غرور او اي منصب ممكن يخليني اتجنن فيه. انا داخل اخدم الناس فقط، وان شاء الله، وبعتذر تاني على الفيديو ده لان ده مسبب لي مشكله مع انه قديم، لكن انا بعتذر للناس مره تانيه على الالفاظ اللي اتقالت. احمد شرفتني، ربنا يوفقك، تراجع.